كلاهما في الهم سواء، ما بعرف مين همه أكثر من الثاني، أنتوا ولا العراق؟ كنا بالهم سواء. الهم سواء. كنا في الفريقين لحد الآن يعني ما حققوا أي فوز. يمكن تاريخ العراق كتاريخ بطل آسيا بطل الخليج أكثر من مرة شوي يعني بحتى هو واصل كأس، أنتوا واصلين كأس عالم بس بحتى معلي شوي يمكن جمهور عدد سكان أكبر، بس بصراحة كمان أنتوا ما يصرف على المنتخب وعلى المدرب عالمي والثاني مدرب عالمي، بس ما شفنا ولا شيء من الاثنين. والله شوف حالة كرة القدم ما تعتمد على التاريخ، انت شو تكون حاليا يعني؟ اي ادري إيه يعني على التاريخ، يعني منتخب العراق المفروض يكون الحين هو متصدر المجموعه اي، لكن الان منتخب العماني ومنتخب الامارات ومنتخب العراق اثنين فريق يعانون. شو مشكلتكم انتم كاماراتيين؟ اعتقد انا يعني لعيبه لا لا لاعبين يعني، شوف ممكن المدرب الاخطاء لكن بالاخير اللاعبين هم اللي يحسبون اي شيء. خالد عيسى على مبخوت على على ليما على كايو على احبابي على ماجد حسن شباب، يعني مع ان المباراه الاخيره خلينا نكون منصفين يعني افضل مباراه لعبوها يعني من المجموعه افضل مباراه، لكن خسروا. الان عندهم مباراه لازم ما فيها انصاف حلول، اذا فريق العراقي او فريق الامارات حب يكمل عليه انه يفوز في المباراه. شو رايك مين بيفوز؟ اعتقد منتخب الاماراتي راح يفوز. الاماراتي راح يفوز. عيسى مكرم في هذه المجموعة، احنا قلنا كابتن فهد خميس قال انه اربعة بالنسبة للمجموعة الاولى كلهم يعني خلينا نقول لك منافسين تقليديين على التأهل. في المجموعة الثانية اللي هو لو في العراق الامارات ايضا في مباراة سوريا ولبنان، ارى ان المنافسة على المركز الثالث ومزاحمة المركز الثاني ممكن جدا، حتى يعني كوريا الجنوبية اللي يسوي كوريا الجنوبية في السابق، فارى نعم بالفعل ليس هناك أنصاف حلول بالنسبة للمنتخب الإماراتي ولا العراقي في مباراة الغد. اللي الفائز من وجهة نظري هو الأقرب إلى يعني خلينا نقول لك إياها إلى التفكير في 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 المنافسة، الخاسر سيتعب أو ستكون توقعات كبيرة جدا. أنا ما أتمناها تعادل ولكن له التوقع تعادل. طيب منضل في الإمارات، دخل قميص فريق العين فريقي اللي بيلعب فيه بالموسم الحالي ضمن قائمة أجمل 10 أطقم رياضية للأندية حول العالم بحسب تقرير نشر موقع سبورتس بيبل العالمي، اللي عقد مقارنة واسعة مع بقية أطقم الأندية اللي جرى طرحها في الموسم الحالي. يعد القميص البنفسجي الوحيد من بين الأندية العربية والأسيوية الموجود في هذه القائمة العالمية. تم إطلاق القميص البنفسجي منتصف شهر أغسطس الماضي في المتجر الرسمي للنادي. هذا بالحقيقة إنجاز يحسب للإدارة ويحسب لهذا مجلس الإدارة طبعاً، وفريق العين معروف عنه مؤسسة كبيرة. خلينا نطلع على الصور، أنا لابس قريب منه من نفس اللون طبعاً. ها شايفين هاللقطات ما أحلاها. ما دخل شو؟ لا فرق نادي أصلاً، نادي شوف نادي دائماً مبدع دائماً هو صاحب الريادة. نتمنى يعني هذه الطلة البهية وكذا أيضا تصاحب عودة العين إلى الحبقة هذا إيه عاد إيه يكمل يعني عميسون أحلى ولا أميسكم الوصلوية؟ بدك تجاوب. لا لا قميصنا حلو وقميصهم حلو، القميص حلو يعني. كان نزلته بالقائمة لو قميصكم. لا مو بشطية هي، مو بش بالألوان هي طبعا. بالألوان لقى شو. طيب مبروك للعين يستاهلون.